الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحباب الكرام، هذا اللقاء التاسع من دروس شرح صحيح الإمام مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان مع تتمة أحاديث باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. اللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. يعني هو ضعف بصره، فكان من عادة الصالحين ومن عادة السلف والصحابة أن أحدهم يتخذ في بيته مكانا يعتبره مسجدا في البيت، يعني غرفة صغيرة أو زاوية في المكان يضعون فيه سجادة الصلاة، وتكون هذه يحتسب فيها أجر الصلاة في هذا المكان، وكأنه لأنه عذر من الذهاب إلى المسجد بسبب ضعف السن أو كبر السن أو ضعف البصر، فهو ممن عذره الله تعالى في ترك الجماعة في المسجد، فهو يحتسب في بيته غرفة يسميها مصلى. فهذا عتبان أصابه ضعف في بصره، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليزوره في بيته فيصلي له في هذا المكان تبركا بصلاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحدا يعني، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا رجل عتبان من عامة المسلمين حتى يعني غير مشهور كثيرا يعني الاسم، فطلب منه الزيارة فجاء إلى بيته ومن معه من الصحابة، جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء غيرهم وصلى في بيته. قال له أريد منك أن تصلي هنا في هذا المكان. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كم كان قريبا من الناس، كم كان متواضعا، كم كان يجبر خواطر الناس والمسلمين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. مالك بن دخشم رجل من الصحابة من الأنصار، شهد بدرا، ويدل من سيرته على أنه من المؤمنين وليس من المنافقين، لكن يعني ثار حوله إشكال أنه يجلس مع المنافقين فاتهم بأنه منهم، فهم يعني يتكلمون الآن عن المنافقين وقالوا أثندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني قالوا هو منافق وهو الفتن تخرج من عنده وهو رأس الفتن وصاروا يتكلمون. قالوا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا وودوا أنه دعا عليه صلى الله عليه وسلم فهلك، يعني يقول يا ريت النبي يدعي عليه يخلصنا منه، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أنتم اللي عم تحكوا عنه هيك وتقولوا هذا منافق، ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قالوا إيه صح يقول ذلك بس ما من قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. فهنا محل الشاهد في هذا الحديث في باب كتاب الإيمان، أن من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
خالصا من قلبه ومات على ذلك فهذا لا تمسه النار بإذن الله. طبعا مثل ما ذكرنا في دروس سابقة وأكثر من مرة أن الكلام ليس هكذا على ظاهره، وإنما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن المقصود بها العقيدة الصحيحة السليمة، عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس عنده ما يخالفها. فأحيانا قد يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عنده ما يخالفها. يعني كان في شاب نصراني أنا بعرفه في حمص، أجلس عن صديق إليه فيأتي يجلس معنا، فصاحب المكان بمزحه بيقول له أسلمت اليوم؟ يقول له والله أسلمت، ها أشهد أن لا إله إلا الله، هي قدام الشيخ محمود، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد 10 مرات، يقولها مازحا. فالقضية ليس فقط أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن لا تعتقد شيئا يناقضها، أن لا تعتقد شيئا، ترتكب شيئا من نواقض لا إله إلا الله، هذا أمر مهم جدا. لكن لو مات هذا الإنسان وهو من أهل لا إله إلا الله، من أهل العقيدة الصحيحة، وعنده شيء من الذنوب والمعاصي، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبار. من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرضى بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا، فهذا الإنسان حتى ولو ارتكب الكبائر والمعاصي ما لم يصل إلى الشرك فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويتوب عليه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قالا حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الداوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يعني صح إيمانه وقوي إيمانه ويكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يشعر بلذة العبادة فيستأنس بالعبادة، تصبح العبادة بالنسبة له شيئا لطيفا شيئا محبوبا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون ثم تأتيكم صلاة الفجر ثم تحترقون تحترقون، بمعنى أن الإنسان المؤمن ينضغط في حياته ويصيبه الهم والغم والأذى والتعب، فتأتي الصلاة سبحان الله فتريحه. لماذا؟ لأنه ذاق حلاوة الإيمان، وهذا ناتج عن رضاه بالله سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا. هلأ ممكن نحن يا شباب يا أخواننا نردد 10 مرات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ونرد نعيد مرة ومرتين وثلاثة كما نقول في الذكر، هل نحن حققنا الرضا؟ ليس المقصود أن نقول رضينا بالله ربا، المقصود أن نستشعر هذا الحال، أن نستشعر معنى الرضا، أن نتذوق. يعني الرضا ما هو قول باللسان، هو شعور بالقلب، أن تشعر في قلبك وعقلك وكيانك أنك راض عن الله سبحانه وتعالى. وقعت في أزمة، وقعت في كارثة، في مصيبة، توفي لك قريب، توفي لك أخ، ابن، أب، أم، صديق، حبيب، فهنا أنت تشعر بنوع من الحزن الشديد العميق، وأحياناً قد يجر الإنسان بفعل الشيطان إلى السخط على الله عز وجل، إنه العياذ بالله يقول يا رب أنا شو عملت، أنا ليش هيك عملت معي، أنا شو سويت، هلأ معقول نحن أكفر من هدول مثلا اللي عم يقتلونا من روسيا من الأسد من فلان من فلان، ليش؟ فهو ما عنده رضا عن الله سبحانه وتعالى، هذا ما ذاق حلاوة الإيمان لأنه ما رضي عن الله. ممكن يقول 10 مرات رضيت بالله ربا هو ما نرضيان، وممكن واحد ما قال ولا مرة بحياته لكن من قلبه رضيان عن الله سبحانه وتعالى، خصوصا عن أحكام الله. لو أخذنا مثال على ذلك مثلا موضوع المواريث، موضوع المواريث بجوز مثلا المرأة
يعني تقول طيب للذكر مثل حظ الأنثيين ماشي الحال، لكن هي في قناعة نفسها ما أنا مقتنعة بهذا الكلام، ما أنا رضياني بهالاسمي، شو هالاسمي هاي ليش؟ طبعا هي ما أنا عرفاني شو الحكمة وليش الله عز وجل، لو اطلعت على الحكمة ترضى إن شاء الله، لكن في كثير منهم ما أنا رضيانين، ما رضيانين عن الحجاب، بتقول له مثلا الربا حرام، طيب بلا ربا، بس هو من قناعة نفسه ما أنه مقتنع ولا أنه رضيان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما بيكفي أن تنصاع للحكم الشرعي، لابد أن تكون في قرارة نفسك راض بالحكم الشرعي وراض عن الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا هذا الحديث معروف ومشهور، الإمام البيهقي له كتاب شعب الإيمان أيضا معروف ومشهور، وهو ورد 70 ورد 60 ورد أقل من ذلك. نعم، والبضع عند العلماء هي أقل من 10، يعني 74 75 76 77 78 79 كل هذا نقول عنه بضع، بضع و70 بضع و80. لماذا هذا الاختلاف بين الروايات 63 73؟ قال الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى، الإمام ابن حبان معروف من أئمة الحديث، قال تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا. إذا جينا نعد كل الطاعات أكثر من هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير. قال فرجعت إلى السنن، يعني إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن هذا الرقم أقل، شو بدنا نساوي؟ يا عم تطلع كثير يا عم تطلع قليل. قال شوف العلماء، شوف قديش تعبوا يا أخوان، شوف قديش بحثوا في القرآن وفي السنة وفي الأحاديث، اطلع عليها كلها وصنفها وجمعها. قال فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المكرر منها، فإذا هي لا تزيد ولا تنقص عن 79 شعبة. طلعت معه جمع القرآن مع السنة وحذف منها المعاد والمكرر، ولا تطلع معه 79. نعم، آمنا بالله ورسوله. قال فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب وفي السنة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا من باب من شعب الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة، يعني في كتب السابقين تبع بني إسرائيل، إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في وقت رواية الحديث لا يحبون أن يروى شيء من غير كتاب الله وسنة رسوله حتى لا يختلط
الحديث بالكتب السابقة، مثل ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على مسجد في الكوفة فرأى قاصا يقص، كانوا يعني انتشرت فترة جماعة القصاصين، والقصاصين غالبا ليسوا علماء، بمعنى أنهم لا يأخذون بمنهج الرواية والدراية ومنهج علم الحديث، فهو يروي القصص التي تجذب العوام وليس لها سند، وأحيانا تكون غالبا غير صحيحة، يعني من قصص بني إسرائيل ومن قصص. فسيدنا عمر قال: من هذا؟ قالوا: هذا قاص. قال: يقص عليكم بماذا؟ قالوا: يقص علينا من كتاب دانيال، من كتاب دانيال، من الكتب السابقة. فتجاوز سيدنا عمر الصفوف وبيده الدرة وعلاه بها على رأسه فضربه وقال: إن الله تعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص علينا من كتاب دانيال، قم. فطرده سيدنا عمر من المسجد ولم يسمح له بالتدريس. ثم نأتي إلى باب جامع أوصاف الإسلام، أتوقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن